طيب أميرة، احنا احنا معانا مداخلة. شهندة. معانا شهندة المغربي، أول حاكمة ساحة في الدوري المصري، بنت اسكندرانية جدعة، بدأت في التحكيم عام 2014 ولحد النهاردة ماشية بخطوات ثابتة عشان تحقق حلمها. وبالنسبة لي هي أكبر مثال على إنها إن مهنة التحكيم عادية، مش بتقلل من أنوثة أي ست، وخصوصا بعد الموقف اللي تعرضت له لما مدرب اتقدم لها في ماتش من الماتشات بس هي اعتذرت له. الناس بتعجب بالست وبشخصيتها وشجاعتها وتحملها المسؤوليات. طيب انا الاميره دلوقتي المداخله معانا. احنا معانا دلوقتي، احنا مستنيينها. فين؟ الو الو اهلا اهلا. انا تعرف زين حضرتك، ازيك يا شهندة، اخبارك ايه؟ انا بخير والله يا صاحبتي، منورانا ومبسوطين بيكي جدا جدا جدا، ومبسوطين باللي انت بتعمليه وفخورين بيكي قبل اي حاجه كستات وكمان كمصريين. انا اللي مبسوطه والله اني موجوده مع حضرتك من النهارده. اهلا يا شهندة. شهندة كلمينا عن التحكيم، احكي لنا كده سريعا قصتك في التحكيم كمرأة، ازاي بتحكمي كست، ايه اللي جاب الفكره في دماغك ان انا هبقى حكمه؟ انا موجوده في التحكيم من 2014 2015، اصبحت حكم دولي من 2017 بعد دخولي بسنتين. اولا انا كنت لعيبه كره قدم، لعبت في انديه كتيره وفي انديه مصرية وفي المنتخب، فحبيت الفكرة وحبيت أكمل مسيرتي ودخلت مجال التحكيم. الحمد لله كان في توفيق يعني من ربنا إن أوصل للي أنا وصلت له ده. هايل هايل. طب شهندة، عايزة أعرف منك، شفتي إزاي تحكيم السنة دي للست في كأس العالم؟ شفتيه إزاي؟ والله يعني إن شاء الله ياخدوا فرصة كحكام سباحة في الملعب، وده تاريخ ليهم وإنجاز كبير ليهم وجود السيدات في كأس العالم. وان شاء الله اتمنى في يوم من الايام اكون موجوده زيهم كده ان شاء الله. فخر وفخر وشرف لكل محكمات العالم. عايزاكي تقولي لي بكل صراحه، اللعيبه بيتعاملوا معاكي بشكل مختلف عن الحكم الراجل؟ لا لا خالص والله، هو شايفين حكم عايز حقه وعايز يكسب المباراه وعايز الحكم اللي قدامه بس، سواء راجل سواء سيده، اللي هو يطبق القانون ويديله حقه، مش عايزين اكتر من كده. بس ما فيش اي تعامل خير خالص. ما حسيتش بأي تفرقة يعني في أي ماتش والماتشات؟ خالص، والحمد لله برضه عشان أنا لعبت كتير وهم عشان عارفيني، فخلاص عارفيني إن أنا زي يعني زي الراجل بالنسبة للتحكيم، فمفيش أي مشكلة يعني بتواجهني في النقطة دي. طب شايفة يا شهندة التحكيم في مصر محتاج إيه؟ إيه اللي ناقصه؟ التحكيم النسائي ولا؟ التحكيم النسائي. إحنا محتاجين الدعم والناس تبقى موجودة ورانا، من الجماهير عامه، من اللعيبه، من الاجهزه الفنيه. احنا متوفر لنا كل حاجه ان احنا نكون ماشيين على الطريق الصحيح. اوكي. فاحنا محتاجين الدعم بس من الجميع ومن الاعلام اولا برضه. انت يا شهندة قولي لي، في وسط كده المشوار بتاعك اللي اكيد اكيد مش سهل، ايه اصعب حاجه واكبر تحدي واجهتيه او بتواجهيه كحكمه مصريه في الدوري المصري؟ هو المشاكل بس اللي بتواجهنا ممكن شويه ان احنا ما بناخدش فرص برضه زي الرجاله في مستويين، بس احنا الحمد لله ابتدينا نلعب وابتدينا نحط رجلينا، فان شاء الله السنه دي انا حاسه ان هي هتكون مختلفه خالص بالنسبه لجميع المحكمات، وان احنا هناخد فرص ونثبت نفسينا اكتر، ان احنا نبقى خلاص ما فيش فرق بين الراجل والست اللي هينجح. وده الكلام اللي وصل لي والله من الاتحاد، ان هم الناس هتبقى موجوده ورانا، ان احنا هنبقى خلاص زينا زي الرجاله، مش اللي هو حتى مصر في نهاية الموسم قشرة فيه، لا إن شاء الله هيكون لينا نسبة ماتشات وإن شاء الله ننجح فيها ويدونا أكتر، والناس كلها تدعمنا، الاتحاد كله بيدعمنا. طبعًا. يعني يعني إحنا أنا حاسة إن السنة إن شاء الله هتكون مختلفة عن سنين كتير فاتت، خاصة إن الحمد لله إن إحنا نجحنا في النقطة دي. إن شاء الله. إحنا فعلًا يعني فخورين بيكي وفخورين باللي بيحصل والله في للستات من تطور وكده، وبنشكرك جدًا شهندة المغربي حكم الساحة في الدوري المصري، نورتينا.